بوليتيكا. نرجع معكم في بوليتيكا متواصلين إن شاء الله حتى للساعتين في إطار قراءتنا لكل الأحداث. مرحبا بالجميع. لهذه الأسباب الكيان الصهيوني في ورطة والغرب لن يسعفه افتتاحية فاطمة الكراي. مع فاطمة الكراي. لهذه الأسباب الكيان الصهيوني في ورطة والغرب لن يسعفه. الكيان الصهيوني يفرفط، الكيان الصهيوني في ورطة، الكيان الصهيوني يقع في شر أعماله. مش هو رأس حربة محاربة ومعتدية على الشعب الفلسطيني منذ 75 سنة، هو اليوم في ورطة. الحكاية وما فيها راهو أني هي ما هيش سهلة المرة هذه، ما هيش انتفاضة وما هيش حرب وما هيش حرب خاطفة وما هيش مقاومة رمات صواريخ وبعد رجعت. كل اللي نشوفه فيه في تصريحات أمريكية وغربية تصعيدية تجاه المقاومة الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني هو السينما، لأنه الكيان الصهيوني تلقى ضربة في مستوى النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي متاعه راهو ما هوش كم الجيش وإلا السلاح اللي قاعد يجيه من الولايات المتحدة الأمريكية أرقى الأسلحة، ولكن زادا ما هوش النخاع الشوكي متاعه في القنبلة النووية اللي يملكها الكيان الصهيوني، لأنه ينجم يبلها ويشرب منها، لأنه أي إشعاعات نووية حتى تكتيكية باش تمسه هو زاد كذلك. لكن النخاع الشوكي هو الاستخبارات، الاستخبارات اللي ظهرت خاوية، جيش بابوش بومصة. هذا الكلام على نخبة الجيوش ليليت العنجهية في الفارغ ظهرت. كل العالم اللي كان معول على إسرائيل باش تسد عليه باب البلاء اليوم نشوفه فيه مخذول، مخذول في واشنطن، مخذول في فرنسا، مخذول في لندن، في كل البلدان اللي معولة على إسرائيل واللي هي إمبرياليات سابقة وحاضرة واللي هي معولة على الكيان الصهيوني باش يكون هو رأس الحربة متاعها. الغرب كان معول على إسرائيل باش تصد المنطقة وتتحكم فيها وتضرب المقاومة وتبيدها أصلا وتبعد إعلاء صوت الحق. ظهر بكله سينما، كله ما فهم منه شيء. إسرائيل في ظرف 5 ساعات فقدت أفضل ما عندها، ولا اللي هي تقول عليه والعالم يقول أفضل ما عندهم في العالم هي الاستخبارات. حد شيء الغطرسة متاحها اليوم باش تهزها إلى مربع نيرون. تذكروا في التاريخ القديم نيرون روما اللي هو ضرب كل المخالفين ليه، ولكن في الأخر بكل حط راسه في الحيط. تزيد اليوم ترجف أكثر وأكثر عملية استخباراتية قامت بها المقاومة من أعلى طراز، اليوم قاعدة تتناقش في أكبر البلاتوات وفي أكبر الجامعات وفي أكبر دور البحث اللي هي عودتنا أنه تقول لنا على 50 سنة العالم وين ماشي. ما قالتش على الحكاية ذي وما عرفتهاش، رقدوا على وذنيهم على ما يبدو. الولايات المتحدة الأمريكية عندها محاذير، ما هيش مستعدة اليوم باش تقلب الطاولة وتشعل حرب إقليمية في المنطقة. راهو اللي تشوفوا فيه هذاك الكل كلام فارغ تجغجيغ. تكون إسرائيل هي رأس الحربة فيها نفس الشيء. اليوم بينت لنا المقاومة في 5 ساعات أنه هل أرمادة هذه وهل القوة هذه هي قوة قادرة مستعدة أو معدة للاختراق. الكل سينما، ما تسمعوش كلامهم. إسرائيل بعبع، أقصى ما يمكن يعملوه أنهم هما يقتلوا على الهوية ويرتكبوا جرائم حرب. إسرائيل تخوف بها أمريكا في العرب باش تبتزهم، وهذا شيء معروف وهما ما قصروش الحقيقة. واليوم أمريكا تستعمل في إسرائيل باش تسرق خيرات العرب، ولكن كيف تواجهت القوة الأمريكية مع القوة الرادعة عليها لقات روحها غلطت نفس الغلطة متاع إسرائيل اليوم، وقتلت القوات الأمريكية وحلفاء
ترديوا في مقتل لأنهم خسروا الحرب والرهان في سوريا. كانت تذكروا قوة الردع هي روسيا والصين والبريكس وطريق الحرير وغيره. الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوروبا بكلهم سقطوا في مستنقع الحرب البرية. اليوم راهو سينما ما ينجموش. والعرب والنظام الرسمي كومبارس لا أكثر ولا أقل. اليوم المقاومة وحرب الشوارع والاستيلاء بالعلم وكذلك بأقلية من السلاح ولكن يستوى على العدو وعلى مقدراته الاستخباراتية في إسرائيل من قبل المقاومة هو الديدن متاع هالمقاومة هذه التي أربكت العالم. ما هيش جديدة على الغرب في الحقيقة. لو كان جاي يتفكر شوية فرنسا كلات طريحة تنبش القبور عام 53 في ديان بيان فو في فيتنام. الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها بعد 20 سنة وشوية ما استوعبتش الدرس ولقيناها في فيتنام مرة أخرى تاكل طريحة. جات الطريحة الأمريكية في فيتنام بدين المقاومين مش بدين الأنظمة. وفي العراق المقاومة وحرب الشوارع زادة كانت آخر طريحة للجيش الأمريكي لقنت هالو جيش فضيحة وجريمة أبو غريب الجريمة ضد الإنسانية. اليوم دكت العروش وواشنطن ما عندها حتى جواب المواطنيها اليوم وهي تسند في إسرائيل وتاخذ من أموال دافعي الضرائب وهما يدافعوا على إسرائيل اللي هي أصبحت عبء اليوم على الغرب ولات بعبة للجميع. أصل الحكاية أنه الصهيونية والإمبريالية والرجعية طمانوا على الشعب العربي شافوهم يشاركوا عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية. نشوفوا غزة كيفاش يدكوا فيها والحرب في العراق وفي سوريا وبعد الناس الكل تمشي ترقد هانية يتفرجوا ويصيحوا ويعيطوا ويعملوا شعارات ولكن ما فماش واحد قدم خطوة. مطمئنين ما عادش فما شكون يمشي على الأقدام باش يشارك في الثورة المسلحة كيف موقع في 48 من تونس. لكن هي هات أنه المقاومة تغفل. المقاومة جذوة وراء جذوة تشتعل كلما قررت المقاومة كلما قرر أصحاب الحق. مع فاطمة كراي.